بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا، نحاول أن نفيدكم في هذا الفيديو بمجموعة من النصائح تحت عنوان الفلسفة لسنة ثالثة ثانوي في جميع الشعب أو الخاصة بجميع الشعب. نتطرق في هذا الفيديو إلى مفتاح النجاح، وهنا في مجموعة من النصائح التي تخول التلميذ بأن ينجح شهادة البكالوريا. ثم نحاول التطرق إلى تقنيات كتابة المقال الفلسفي، بداية بالمقدمة ثم التحليل والخاتمة وتعليق بجميع أنواع وطرق المقال الفلسفية، ثم إشارة إلى طبيعة الأسئلة في الفلسفة الواردة في شهادة البكالوريا، الموضوع الأول الثاني والثالث، ونختمها بنماذج وأمثلة لأسئلة خاصة بكل الشعب، شعبة الأدب والفلسفة واللغات الأجنبية، إضافة إلى الشعب العلمية والتقنية، فتابعوا معنا. إذن إن مفتاح النجاح بصفة عامة في أي ميدان كان، وخاصة في مجال التحضير لشهادة البكالوريا، يتطلب ثلاثة أمور أساسية نذكرها. أولا الهدف، ثانيا الثقة بالنفس، والشرط الثالث العمل. هذه ثلاثة شروط لابد أن تتوفر لمن يريد النجاح في شهادة البكالوريا. نبدأ بالشرط الأول المتعلق بالهدف. الهدف هنا أظن أن أي هدف أو أن هدف أي طالب مقبل على شهادة البكالوريا أن يكون هدفه الحصول على شهادة البكالوريا. إذا الهدف الحصول على البكالوريا، نقصد بها باك 2015. هذا بالنسبة للشرط الأول. أما الجانب الثاني أو الشرط الثاني يتعلق بالثقة بالنفس. الثقة بالنفس، هنا تستحضرني مقولة الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي قال: عندما أريد فإنني أستطيع، فإنني أستطيع. لاحظ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، اسأل هذا السؤال على نفسك: من تحصل من قبلك على شهادة البكالوريا فيما يتميز عنك؟ أظن أنه لا يتميز بأي شيء سوى بالثقة في النفس وحقق الهدف. إذا باستطاعة أي تلميذ أو أي طالب أو طالبة الحصول على شهادة البكالوريا دون أي زعزعة للنفس أو الاستقرار النفسي. أما الشرط الثالث والأساسي ألا وهو العمل. ماذا نقصد الآن بالعمل؟ العمل نقصد أن تكون لك الإرادة الجدية في الحصول على البكالوريا. ما المقصود بالإرادة؟ بمعنى أنه لا نقول البكالوريا مجرد كلام فقط، وإنما التجسيد على أرض الواقع، بمعنى حفظ الدروس، فهم الدروس أيضا، المراجعة إلى غير ذلك. بهذه الشروط الثلاثة لو توفرت في أي طالب كان سوف يسهل عليه الحصول على شهادة البكالوريا. والآن سوف نتحدث بالخصوص على سر النجاح في مادة الفلسفة. أول شيء لابد من التنبيه إليه أو التنبيه عليه عفوا، أن مادة الفلسفة ليست كما يصورها البعض أنها مادة صعبة ومادة يعني مسقطة إلى غير المادة. في مادة الفلسفة هي مادة كباقي المواد، بسيطة، تتطلب إرادة بسيطة من طرف التلميذ لكي ينجح فيها، والنجاح فيها متعلق بثلاثة أمور هي: أولا سلاسة الخط، سلاسة الخط، ونقصد به أن التلميذ عندما يكتب الإجابة في البكالوريا يبدأ أن يكون خطه واضحا وخاليا من الأخطاء الإملائية. الخط واضح، هذا الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني المادة المعرفية، المادة المعرفية، ونقصد بها الدروس، نقصد بها الدروس التي يدرسها التلميذ مع أستاذه في القسم أو يستنبطها من الإنترنت أو الكتب إلى غير ذلك. وفي المادة المعرفية تتطلب الدقة، الدقة وإسناد الأمور إلى أصحابها، بمعنى الأقوال الفلاسفة إلى الفلاسفة، حججهم إلى حججهم، مواقفهم إلى مواقفهم، وهكذا. والأمر الثالث هو الجانب ثالثا، هو الجانب المنهجي، الجانب المنهجي،
والمقصود به هنا هو كتابة المقال في البكالوريا، المعروف بالمقالة الفلسفية. إذا قلنا سلامة الخط، المادة المعرفية والجانب المنهجي. ونظن هنا ما لابد أو ما يجب التنبيه إليه، أنه في البكالوريا مطلوب منكم أعزائي الطلبة هو الجانب المنهجي، يعني ما درسته في الدرس من معلومات مواقف وحجج إلى غير ذلك، مطلوب منك أن تكتبه في مقال فلسفي في البكالوريا. وسوف نتحدث عن المقال الفلسفي، مفهومه، أنواعه، وطرقه إلى غير ذلك. الآن كتابة المقال الفلسفي، المطلوب منكم في البكالوريا إجابة على سؤال هو المعروف في شكل مقالة. ما هي المقالة الآن؟ المقالة الفلسفية، المقالة الفلسفية هي إجابة، المقالة الفلسفية هي إجابة عن سؤال، إجابة عن سؤال بطريقة معينة وفق معايير وشروط محددة، فهي عملية عقلية مضبوطة، فهي عملية عقلية مضبوطة. والمقالة بصفة عامة تمر بثلاث خطوات أساسية. إذا قلنا والمقالة بصفة عامة تمر بثلاث خطوات، هي ثلاث خطوات. أولا المقدمة، أولا المقدمة، ويعرفها البعض على أنها طرح المشكلة، طرح المشكلة. ثانيا التحليل، ويسمى أيضا العرض أو التوسيع أو محاولة حل المشكلة، أو محاولة حل المشكلة. وفي الأخير الخاتمة، الخطوة الثالثة في أي مقال فلسفي، الخاتمة، وهي حل المشكلة. هذا بصفة عامة، يعني في أي مقال فلسفي لا بد للمصحح أن يرى ثلاث خطوات أساسية في مقالك، وهي المقدمة، التحرير، والخاتمة. وسوف نتطرق إلى كل خطوة من هذه الخطوات بشروطها. إذا الخطوة الأولى كما سبق وأن أشرنا إليها هي المقدمة. الآن ما هي المقدمة وما هي شروطها؟ إذا المقدمة في المقال الفلسفي هي عبارة عن تمهيد، عبارة عن تمهيد في صيغة إشكالية للموضوع المطروح في السؤال، للموضوع المطروح في السؤال. وللمقدمة خطوة أيضا، هي أولا مقدمة المقدمة، المقدمة قلنا خطوة، هي أولا أو ألف مقدمة المقدمة، وهي التمهيد للموضوع، التمهيد للموضوع، قد يكون تعريفا أو مثالا واقعيا، قد يكون تعريفا أو مثالا واقعيا أو تاريخيا. وبعدها سوف نطرح نموذجا لتوضيح هذه الخطوات. الخطوة الثانية ب، التمهيد للإشكالية، ب، التمهيد للإشكالية، ويتم في هذه الخطوة الإشارة إلى تضارب الآراء، الإشارة إلى تضارب الآراء واختلافها حول الموضوع المطروح أو القضية المطروحة، واختلافها حول القضية المطروحة. والخطوة الثالثة والأخيرة في المقدمة هي طرح الإشكال، طرح الإشكال أو السؤال. وفي هذه الخطوة يشترط إعادة كتابة السؤال المطروح بأسلوب التلميذ الشخصي، يشترط فيها أو فيه عفوا
يشترط فيه إعادة كتابة السؤال بالصيغة الشخصية والأسلوب الشخصي للتلميذ، إعادة كتابة السؤال بالأسلوب الشخصي للتلميذ، بمعنى أنه يجب أن لا نعيد كتابة السؤال كما ورد حرفيا في الموضوع، وإنما يتطلب عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إعادة كتابة السؤال بأسلوبك الشخصي. وهذه المقدمة أعزائي الطلبة لابد أن تتوفر فيها شروط. إذا وشروط المقدمة هي شروطها أولا، يجب أن لا تكون مختصرة وقصيرة جدا، لا تكون مختصرة وقصيرة جدا، ولا مطولة حتى لا تفقد معناها، حتى لا تفقد من عنها. معناها عفوا، بمعنى أنه يمكن أن تكون مقدمة في سطر أو سطرين، كما لم تكون مقدمة عفوا في صفحة أو صفحتين تفقد معناها. إذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يجب أن لا تحتوي على حل للمشكلة، يجب أن لا تحتوي على حل للمشكلة، لأن هذا الحل لابد أن نذكره في أو نعالجه في أو نحاول معالجته في التحليل، ثم نمد الحل النهائي في الخاتمة. والشرط الأخير والأساسي، يجب أن تنتهي بعلامة استفهام، يجب أن تنتهي بعلامة استفهام، يعني بسؤال. أي مقدمة كانت لابد أن تنتهي بسؤال. متفقين؟ هذا فيما يخص الخطوة الأولى. الخطوة الثانية متمثلة في التحليل أو كما سبق قلنا العرض أو محاولة حل المشكلة. ما يجدر الإشارة إليه هنا أن التحليل في أي مقال فلسفي يمر بثلاث خطوات، لكن هذه الخطوات تختلف حسب نوع المقال الفلسفي وأنواع المقال الفلسفي. أنتم أعزائي الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا لدينا عدة أنواع نذكر منها. أنواع، إذا قلنا أنواع المقال أولا المقال الجدلي، ثانيا الاستقصاء بالوضع، ثالثا الاستقصاء بالرفع، رابعا المقارنة، وخامسا مقالة حول مضمون النص. أما فيما يخص ما يعرف بالاستقصاء الحر، فأنتم في شهادة البكالوريا غير معنيين بهذا النوع من أنواع المقال. إذا المقال الجدلي، المقال الجدلي يمر بثلاث خطوات أساسية، هي إذا قلنا المقال الجدلي أو خطوات المقال الجدلي، خطوات المقال الجدلي. أولا الأطروحة الأولى أو الأطروحة، تعرف أيضا بالموقف الأول أو القضية، الموقف الأول أو القضية. هذه الخطوة فيها ثلاث أمور أساسية. لدينا الموقف، ألف الموقف، زائد أو باء الحجج، جيم النقد. لاحظوا أعزائي الطلبة، بالنسبة لخطوات المقال سواء كان موقفا أو حججا أو نقدا، فهذه الخطوات نجدها في الدرس، يعني في أي درس، في العديد من الدروس عفوا. الموقف يكون واضحا، الحجج واضحة، والنقد يكون بصيغة واضحة. المطلوب هنا أن يعتمد التلميذ على بعض الروابط اللغوية لكي يربط بين الموقف والحجج وبين الحجج والنقد. ثم بعد الأطروحة لدينا نقيض الأطروحة، تسمى أيضا الموقف الثاني أو نقيض القضية، الموقف الثاني أو نقيض القضية. وهذه الخطوة بدورها لديها نفس خطوات الأطروحة الأولى، أي موقف
الموقف، الحجج، الحجج والنقد، والنقد مع الإشارة أنه لابد كي نربط ما بين الموقف الأول أو الأطروحة ونقيض الأطروحة برابط لغوي، ثم نفس الطريقة اللي اعتمدناها في الأطروحة الأولى، رابط لغوي بين الموقف والحجج وبين الموقف و عفوا بين الحجج والنقد. والخطوة الثالثة في المقال الجدلي هي التركيب. التركيب يسمى أيضا استنتاجا، أو يسمى أيضا استنتاجا. وللتركيب، للتركيب أربع حالات، للتركيب أربع حالات حسب الدرس، حسب الدرس المعالج. الحالة الأولى نأتي مع الموقف الأول زائد واحد ناقص اثنين، بمعنى زائد زائد يعني زائد واحد ناقص اثنين، بمعنى زائد واحد هذا الرأي صحيح، زائد تشير أنني مع هذا الرأي أي أؤيده، أما ناقص اثنين عندها نحن ضد هذا الرأي الثاني، بمعنى أن زائد مع وناقص ضده. الحالة الثانية، الحالة الثانية ناقص واحد زائد اثنين، بمعنى أن الرأي الأول خطأ أنا ضده والرأي الثاني صحيح أنا معه. الحالة الثالثة ناقص واحد ناقص اثنين زائد ثلاثة، يعني في بعض الدروس هناك الرأي الأول يكون خطأ، الرأي الثاني يكون خطأ، ونأتي برأي ثالث وهذا هو التجاوز. التجاوز. الحالة الرابعة د زائد واحد زائد اثنين، بمعنى أن الرأي الأول ليس صحيحا 100% والرأي الثاني ليس صحيحا 100% عفوا، وإنما لابد من الجمع بينهما، الجمع بينهما. هذه أربع حالات في التركيب، مع الإشارة أن لكل درس أو لكل قضية مطروحة تركيب خاص بها، وهذا هذه الأمور الأربعة أو أمر من هذه الأمور الأربعة تكون يكون التلميذ قد تطرق له في الدرس مع الأستاذ. أما النوع الثاني الذي تكلمه هو الاستقصاء بالوضع. ما المقصود بالوضع؟ الوضع هو الدفاع، الوضع هو الدفاع، يعني في هذا السؤال يطلب منك الدفاع عن رأي. وهنا تجدر الإشارة إنه حتى إذا كانت النظرية درسناها يعني فيها نسبة من الخطأ وطلب منك الدفاع عنها فما عليك إلا الدفاع عنها، يعني هنا نقصد به التقييد بالمطلوب عفوا. الآن خطوات الوضع، خطوات الوضع لكي يتقنها التلميذ، إن أتقن التلميذ خطوات الطريقة الجدلية فبإمكانه إتقان خطوات الاستقصاء بالوضع. وهذه الخطوات هي: أولا عرض منطق الأطروحة، عرض منطق الأطروحة، وفيها يتطرق التلميذ إلى موقف، موقف الرأي المراد الدفاع عنه، موقف الرأي المراد الدفاع عنه. الخطوة الثانية في الاستقصاء بالوضع هي إثبات الأطروحة، إثبات الأطروحة، وفيها يتطرق التلميذ إلى حجج، حجج الرأي، الرأي المراد الدفاع عنه، الرأي المراد الدفاع عنه. الخطوة الثالثة هي نقد خصوم الأطروحة، جيم نقد خصوم الأطروحة، وفيها يتم التطرق إلى موقف زائد حجة واحدة، حجة واحدة زائد نقد، نقد وهنا المقصود ذكر سلبيات، سلبيات ذكر سلبيات الرأي النقيض، الرأي النقيض، لأن سلبيات هذا الرأي الثاني النقيض هي تعتبر بمثابة الدفاع عن الرأي الأول المراد، المراد الدفاع عنه. ما تجدر الإشارة إلى هذه الخطوة الثالثة التي تكلمنا عليها يمكن للتلميذ أن يأخذها من الطريقة الجدلية. كيف ذلك؟ إذا لاحظوا معي في الطريقة الجدلية لدينا الرأي الأول، الرأي الأول، الرأي الأول يتضمن موقف، موقف زائد حجج، زائد حجج زائد نقد. الرأي الثاني، الرأي الثاني فيه أيضا موقف، موقف زائد حجج
زائد نقد زائد حجج زائد نقد. ولدينا التركيب. التركيب إذن في الاستقصاء بالوضع التركيب لا يهمنا، ما يهمنا هو الرأي الأول والرأي الثاني. لاحظوا معي، إذن في الطريقة الجدلية كم رأيا يستلزم الدفاع عنه؟ نظن هنا إما أن يطلب مني الدفاع عن الرأي الأول أو الدفاع عن الرأي الثاني. في حالة ما إذا طلب مني الدفاع عن الرأي الأول، ونتبع الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي الموقف. إذن قلنا الموقف، الرأي الأول، الموقف، ثم حجج الموقف المراد الدفاع عنه. النقد هنا لا يهمنا. إذا النقد في هذه الحالة لا نحتاجه، لأننا بمثابة الدفاع عن هذا الرأي. أما الرأي الثاني، الرأي الثاني فنحتاج منه نقد، هذا بالإضافة إلى ذكر الموقف، وأهم حجة أو حجة واحدة فقط، واحدة فقط. إذن بطريقة سهلة نلاحظ هنا أن الاستقصاء بالوضع أخذ من الطريقة الجدلية، يعني موقف وحججه ثم نقد الرأي الثاني بالإضافة إلى إشارة الموقف وحجة واحدة. أما إذا كنا بصدد الدفاع عن الرأي الثاني فنعكس، نأخذ موقف الرأي الثاني ثم حججه إضافة إلى نقد الرأي الأول مع الإشارة إلى الموقف وأهم حجة، أهم حجة. هذا فيما يخص الاستقصاء بالوضع. أما الاستقصاء بالرفع هو كذلك يضم ثلاث خطوات، والرفع المقصود به هنا الرفع هو التكذيب أو الإبطال أو التفنيد. التكذيب أو الإبطال أو التفنيد وحتى الدحض. يعني في هذه المقالة المطلوب منا هو تكذيب أو إبطال رأي معين بغض النظر عن نوعية هذا، إن كان رأي صحيحا أو خاطئا فلا يهمنا. إذا طلب مني تفنيد رأي فما علي إلا بتفنيده. وخطوات الرفع تتمثل في الخطوة الأولى عرض منطق الأطروحة. نلاحظ هنا أن العنوان هو نفس عنوان طريقة الاستقصاء بالوضع، لكن في عرض منطق الأطروحة، لكن المضمون يختلف. الأطروحة هنا يتم الإشارة إلى موقف، إشارة إلى موقف زائد حجج الرأي المراد إبطاله، حجج الرأي المراد إبطاله. ب أو الخطوة الثانية إبطال الأطروحة، إبطال الأطروحة يتم الإشارة والتطرق إلى موقف زائد حجج الرأي النقيض، موقف زائد حجج الرأي النقيض. والخطوة الثالثة في الاستقصاء بالرفع هي نقد أنصار الأطروحة، نقد أنصار الأطروحة، وهنا يتم التطرق والإشارة إلى سلبيات، سلبيات الرأي المراد إبطاله، سلبيات الرأي المراد إبطاله. وهذه الخطوات الثلاث في الاستقصاء بالرفع يمكن أيضا استنباطها واستخراجها من طريقة أو من الطريقة الجدلية. إذا نقول الطريقة الجدلية لدينا الرأي الأول يضم موقف، موقف زائد حجج زائد نقد، زائد نقد. الرأي الثاني يضم أيضا موقف زائد حجج، موقف زائد حجج زائد نقد. إذا كنا بصدد معالجة الاستقصاء بالرفع فلدينا احتمال أن نكذب الرأي الأول أو احتمال أن نكذب الرأي الثاني. إذا كنا بصدد تكذيب الرأي الأول فالخطوة الأولى هي موقف زائد حجج الرأي الأول، هذه كخطوة أولى.
ثم إبطال الأطروحة عن طريق موقف وحجج الرأي الثاني كخطوة ثانية، ثم كخطوة ثالثة نأخذ نقد الرأي المراد إبطاله كخطوة ثالثة. أما النقد الرأي الثاني فلا يهمنا، وإن كنا بصدد العكس، إن كنا بصدد إبطال الرأي الثاني فنعكس، نأخذ موقف زائد حجج الرأي الثاني، ثم موقف زائد حجج الرأي الأول، وبعدها نرجع إلى نقد الرأي الثاني. هذا فيما يخص طريقة الاستقصاء بالرفع. أما فيما يخص طريقة المقارنة فهي بدورها لها 3 خطوات تتمثل في أوجه الاتفاق أو التشابه، أوجه التشابه أو الاتفاق، إذن مواطن الاتفاق فيها يتم ذكر الأمور المشتركة بين القضيتين المطلوب المقارنة بينهما، الأمور المشتركة بين المفهومين المطلوب المقارنة بينهما. ثم الخطوة الثانية أوجه الاختلاف، فيها يتم ذكر الأمور المختلفة، ذكر الأمور المختلفة بين المفهومين، بمعنى الأمر الموجود في ألف وغير الموجود في باء والعكس والعكس صحيح. والخطوة الأخيرة وهي أوجه التداخل، وفيها يتم تطرق إلى التأثير المتبادل، يتم ذكر التأثير المتبادل بين المفهومين. المتبادل بين المفهومين، أين يؤثر الأول في الثاني وأين يؤثر الثاني في الأول. ما تجدر الإشارة إليه هنا أنه أوجه التداخل أو الاختلاف أو التشابه تعتمد بنسبة كبيرة على ذكاء التلميذ، فهي في الغالب تكون غير موجودة في الدروس، إن كانت ممكن تكون في صيغة يعني لفظية فقط أو صيغة شفهية. هنا يعني على عكس المعلومات المتوفرة في الجدل والوضع والرفع، هنا تعني التلميذ مطلوب منه أن يستخرج بنوع من الذكاء الأوجه، سواء كان تداخل أو اختلاف أو تشابه. أما في تحليل النص فهو بدوره أيضا يمر ب3 خطوات، هي الخطوة الأولى موقف صاحب النص، أي تحديد رأي الفيلسوف من القضية المطروحة في النص. الفيلسوف من القضية المطروحة في النص، ويكون على حالتين، موقفا صريحا، أي في جملة صريحة في النص، في جملة صريحة في النص، إما في بداية النص أو في منتصفه أو نهايته. ويكون موقف أو حالة ثانية موقف ضمني يفهمه التلميذ بعد قراءته للنص، يفهمه التلميذ بعد قراءته للنص. ثم الخطوة الثانية الحجج والبراهين، يستخرجها التلميذ من النص، وهي التي أوردها صاحب النص في نصه هذا. والخطوة الثالثة هي نقد ومناقشة، يتطرق فيها التلميذ إلى ذكر سلبيات وإيجابيات النص، يعني فيما أصاب صاحب النص وفيما لم يصب في موقفه من هذه القضية المطروحة. وفي الأخير بعد المقدمة والتحليل تأتي الخاتمة، والخاتمة تختلف حسب نوعية المقال. ففي خاتمة الجدل تتكون من أو تمر بخطوتين، خاتمة الجدل إجابة عن السؤال، الإجابة عن السؤال الرئيسي الوارد في نص الموضوع، زائد خلاصة التي تتضمن حل المشكلة،
حل المشكلة. أما خاتمة الوضع فتتضمن بدورها خطوتين، هي خلاصة زائد التأكيد على مشروعية الدفاع، التأكيد على مشروعية الدفاع، في حين تضم أيضا خاتمة الرفع، خاتمة الرفع خطوتين هما خلاصة زائد التأكيد على مشروعية الإبطال، زائد التأكيد على مشروعية الإبطال. وخاتمة المقارنة، خاتمة المقارنة تتضمن أيضا خلاصة، خلاصة زائد ذكر أهم وجه، ذكر أهم وجه سواء كان اختلافا أو تشابها أو تداخلا حسب نوعية الموضوع. وفي الأخير لدينا خاتمة النص، خاتمة النص تتضمن خلاصة زائد حل المشكلة، خلاصة زائد حل المشكلة. إذن الآن الموضوع الوارد في البكالوريا، موضوع الفلسفة يتكون من 3 مواضيع، وعلى التلميذ أن يعالج موضوعا واحدا فقط. الموضوع الأول إن اختاره التلميذ، أو الموضوع الأول إن اختاره التلميذ يكون بالطريقة، إما طريقة جدلية أو مقارنة. بمعنى إن اخترت عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الموضوع الأول فأنت بصدد معالجة إما طريقة جدلية وإما طريقة مقارنة حسب السؤال. أنت بعد قراءة السؤال تفهمه إن هو طريقة جدلية أو طريقة مقارنة. الموضوع الثاني، الموضوع الثاني الموضوع الثاني يكون إما بطريقة الاستقصاء بالوضع، طريقة الاستقصاء بالوضع، أم الاستقصاء بالرفع. يعني إن اخترت الموضوع الثاني بعد قراءتي تعرفه إن كان استقصاء بالوضع أو استقصاء بالرفع. والموضوع الثالث بطبيعة الحال هو تحليل النص، يعني تختار إما الموضوع الأول أو الموضوع الثاني أو الموضوع الثالث. إذن بعد ما أعطينا نموذجا عن الجانب المنهجي، الآن نأخذ بعض الأمثلة لبعض الأسئلة. مثلا في الموضوع الأول لدينا سؤال خاص بشعبتي الأدب والفلسفة واللغة الأجنبية. الموضوع يقول: هل يمكننا التفكير فيما نعجز عن قوله؟ بدءا ذي بدء التلميذ عندما يقرأ هذا السؤال يعرف أن هذا السؤال يدور حول درس معين، وأظن أن الدرس هنا يتعلق باللغة والفكر. طيب الآن الموضوع يقول: هل يمكننا التفكير فيما نعجز عن قوله؟ لشرح السؤال أول حاجة لابد من تحديد المصطلحات الواردة في النص. لدينا هل يمكننا، الإمكان هنا يعني الاستطاعة، يعني هل نستطيع الاستطاعة. عندنا لدينا التفكير والمقصود به هنا الفكر، نعجز، العجز هنا هو عدم القدرة، عدم القدرة. وفي الأخير لدينا قوله المقصود بنا هنا اللغة. إذن ثم المطلب، المطلب نعيد صياغة هذا السؤال الوارد بأسلوبنا الشخصي. بمعنى قلنا: هل هناك، هل هناك، أو هل توجد أفكار، هل توجد أفكار دون لغة؟ أو بمعنى آخر، بمعنى آخر، هل تمكننا اللغة، هل تمكننا اللغة من التعبير عن جميع أفكارنا؟ إذا في هذه الحالة أظن أن الطريقة واضحة، وهي طريقة جدل. لماذا؟ لأن هناك من يرى بأن اللغة تمكننا من التعبير عن جميع أفكارنا، وهناك من يرى العكس. إذا هنا لدينا رأيين، الرأي الأول هو الاتجاه الثنائي، الاتجاه الثنائي الذي يقر بانفصال اللغة عن الفكر، يقر بأن انفصال اللغة عن الفكر. ولدينا الاتجاه الأحادي،
الاتجاه الأحادي الذي يقر باتصال اللغة والفكر، يقر باتصال اللغة والفكر. إذن الطريقة هنا طريقة جدلية، الطريقة جدلية. النموذج الثاني يقول السؤال: أثبت بالبرهان صحة الرأي القائل أن الفكر يصنع اللغة وهي تصنعه. بعد قراءة هذا السؤال يتبين أن أيضا الموضوع يدور حول اللغة فيه، لكن بأي طريقة؟ لدينا أولا نبدأ بتحليل المصطلحات. أثبت بالبرهان يعني طريقة استقصاء بالوضع، المطلوب منه هو الدفاع، وضع استقصاء بالوضع. لدينا الفكر يصنع اللغة وهي تصنعه، يعني العلاقة علاقة اتصال، علاقة اتصال الذي أو التي عفوا قال بها الاتجاه الأحادي، الاتجاه الأحادي. إذن المطلوب، المطلوب الدفاع، الدفاع عن الاتجاه الأحادي في اللغة والفكر، اتجاه الأحادي في اللغة في الفكر. والطريقة بالتالي تكون طريقة الاستقصاء بالوضع. إذن الطريقة، الطريقة هي استقصاء بالوضع. أما النموذج الثالث فنص السؤال يقول: فند بالبرهان أطروح القائلة أن أجمل الأفكار هي التي لا نستطيع التعبير عنها. هنا لدينا فند بالبرهان المطلوب أي التكذيب أو الإبطال، إبطال أن أجمل الأفكار، الأفكار هنا نقصد بها الفكر التي لا نستطيع التعبير عنها، لا نستطيع يعني نعجز، نعجز التعبير عنها أي قولها أي اللغة. بمعنى هنا المطلب، المطلب هذا السؤال يطلب منا إبطال وتفنيد، هذا السؤال يطلب منا إبطال وتفنيد الرأي القائل أن الفكرة أوسع من اللغة، أن الفكرة أوسع من اللغة، أي الاتجاه الثنائي، الاتجاه الثنائي. وتكون الطريقة هنا استقصاء بالرفع. إذن الطريقة، إذن قلنا الطريقة تكون استقصاء بالرفع، استقصاء بالرفع. أما فيما يخص الشعب العلمية فلدينا بعض النماذج. مثلا هذا الموضوع يقول: هل المنطق الصوري هو علم التفكير الصحيح؟ ماذا نفهم من هذا السؤال؟ أولا نبدأ بتحليل الاصطلاح. لدينا المنطق الصوري، والمقصود به المنطق الصوري، المقصود به انطباق الفكر مع نفسه، انطباق الفكر مع نفسه. علم التفكير الصحيح، التفكير الصحيح مع المقصود به هو عدم الخطأ، عدم الخطأ. بمعنى هذا السؤال يقول: هل اتباع قواعد المنطق الصوري يمنعنا من الوقوع في الخطأ؟ وفي هذه الحالة عفوا لدينا رأيين أيضا. لدينا الرأي الأول الذي يقول أن المنطق أو قواعد المنطق، المنطق يجنبنا الوقوع في الخطأ، يجنبنا الوقوع في الخطأ. ومن أنصار هذا الرأي لدينا أرسطو، الوقوع في الخطأ أرسطو. ولدينا الرأي الثاني الذي يقول أن المنطق الصوري لا يجنبنا من الوقوع في الخطأ، لا يجنبنا من الوقوع في الخطأ. ومن أظهر هذا لدينا ديكارت وجوبلو، ديكارت وجوبلو. وعليه نفهم بأن هذا الموضوع يحل بالطريقة الجدلية، الطريقة الجدلية. أما النموذج الثاني فنص السؤال يقول: أثبت بالبرهان صحة الأطروحة القائلة بإمكانية إخضاع الظاهرة الحية للدراسة العلمية. لدينا المصطلح أثبت بالبرهان، المقصود هنا هو الدفاع أي استقصاء بالبرهان،
الوضع. لدينا الظاهرة الحية، المقصود بها البيولوجيا، الظاهرة الحية المقصود بها البيولوجيا. لدينا الدراسة العلمية، المقصود بها المنهج التجريبي. ولدينا إمكانية إخضاع، أي تطبيق، أي تطبيق، بمعنى الدفاع، الدفاع عن الرأي القائل بأن، الرأي القائل بأن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا ممكن، تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا ممكن، والطريقة تكون استقصاء بالوضع، الطريقة استقصاء بالوضع. والنموذج الثالث يقول فيه السؤال: أبطل الرأي القائل أن الغير هو سبيل معرفة الأنا وإدراك الذات. لدينا أبطل، أي تكذيب، يعني استقصاء بالرفع، لدينا الغير المقصود به المجتمع، المجتمع أو الآخر، لدينا الأنا والذات المقصود به شخصية الفرد، ثم لدينا سبيل معرفة أي أساس، بمعنى أن هذا السؤال يطلب منا تكذيب، تكذيب الرأي القائل أن المجتمع هو أساس، هو أساس معرفة ذات الإنسان، معرفة ذات الإنسان، والطريقة تكون استقصاء بالرفع، طريقة الاستقصاء بالرفع. لدينا الآن نموذجين خاصين بشعبة الأدب والفلسفة، بكالوريا 2008. الموضوع الأول يقول: إذا كان لكل فرد ذكرياته الخاصة، فهل في ذلك استبعاد للأثر الاجتماعي في تكوينها؟ لاحظوا معي أعزائي الطلبة، قلنا في البداية أنه إذا كان التلميذ بصدد معالجة الموضوع الأول فإن الطريقة جدلية. هنا يقول إذا كان لكل فرد، والفرد ماذا يوجد لديه؟ يوجد لديه دماغ، وهذا ما أقرت به النظرية المادية، النظرية المادية، بالإضافة لديه شعور، ما أقرت به النظرية النفسية. إذا الرأي الأول لدينا المادية زائد النفسية، وهذا تشكلان الجانب الفردي، الفردي، أن الذاكرة فردية. ثم لدينا الأثر الاجتماعي، يعني الجانب الفردي ضد، ضد الجانب الاجتماعي ممثلا، ضد الجانب الاجتماعي ممثلا في النظرية الاجتماعية. إذا في هذه الحالة لدينا الطريقة جدلية، الطريقة جدلية، الرأي الأول الذاكرة فردية فيها النظرية المادية زائد النفسية، النظرية المادية زائد النفسية، والرأي الثاني الذاكرة اجتماعية، الذاكرة الاجتماعية تضم النظرية الاجتماعية، النظرية الاجتماعية. والتركيب، التركيب نقول أن الذاكرة فردية وجماعية في نفس الوقت، فردية، الذاكرة الفردية وجماعية أو اجتماعية. أما الموضوع الثاني فيقول: قيل اللغة عاجزة عن استيعاب كل أفكارنا، دافع عن صحة أو عن هذه الأطروحة. كما سبق وأشرنا أن الموضوع الثاني يكون إما استقصاء بالوضع أو استقصاء بالرفع. في هذه الحالة لا، يقول لنا دافع، يعني استقصاء بالوضع،
الأطروحة تقول: اللغة عاجزة، عاجزة يعني إشارة صريحة للاتجاه الثنائي. إذن المطلوب الدفاع عن الاتجاه الثنائي في اللغة والفكر، الاتجاه الثنائي في اللغة والفكر. ونحن سبق ودرسنا في درس بأن هذا الاتجاه خاطئ، لكن طلب منا الدفاع عنه، فما علينا إلا الدفاع عنه، وهذا هو التقيد بالمطلوب. أما موضوع بكالوريا آداب وفلسفة سنة 2009، الموضوع الأول يقول: يعتقد العقليون أن المفاهيم الرياضية عقلية، في حين يعتقد التجريبيون أنها حسية. حلل وناقش. هنا الموضوع يتعلق بالمفاهيم الرياضية أو بأصل الرياضيات، المفاهيم الرياضية. لدينا يعتقد العقليون أنها عقلية، ويعتقد التجريبيون أنها حسية. يعني هنا السؤال واضح وضوح الشمس، أصل الرياضيات ما بين العقل والتجربة. إذن الرأي الأول العقل، والرأي الثاني هو التجربة. طريقة تكون طريقة جدلية. في البداية الرأي الأول نشير إلى الموقف العقلي في نشأة المفاهيم الرياضية، ثم الإشارة إلى الموقف الحسي التجريبي في نشأة الرياضيات. أما الموضوع الثاني يقول سيغموند فرويد، أظن عندما نسمع فرويد نعرف مباشرة أن الموضوع يتعلق باللا شعور: إن فرضية اللا شعور فرضية لازمة ومشروعة، ولدينا عدة حجج تؤكد وجودها. دافع عن هذه الأطروحة. إذا هنا دافع استقصاء بالوضع، ولدينا فرضية اللا شعور، إذا المطلوب الدفاع عن وجود اللا شعور. عن وجود اللا شعور، والطريقة تكون استقصاء بالوضع. استقصاء بالوضع. نموذج بكالوريا 2010 الخاص بشعبة الأدب والفلسفة، الموضوع الأول يقول: هل القيمة الخلقية؟ إذا هنا الأخلاق مباشرة، درس الأخلاق من حيث طبيعتها، هنا الطبيعة وليس الأساس، مطلقة أي ثابتة، نسبية أي متعددة. إذا هنا الطريقة جدلية، الرأي الأول الأخلاق مطلقة، هنا النظرية العقلية زائد النظرية الدينية، مطلقة النظرية العقلية زائد الدينية، ضد الرأي الثاني الذي يقول أن الأخلاق نسبية، أخلاق نسبية، نظرية اجتماعية زائد نظرية اجتماعية زائد نظرية المنفعة. إذن هنا الطريقة جدلية بين المطلقة والنسبية. إذن الطريقة قلنا جدلية. أما الموضوع الثاني فيقول نفس هذا السؤال، يقال: إن الإنسان الراشد أي العاقل لا يحس، العاقل هذا ما أقرت به النظرية العقلية، لا يحس الأشياء. العاقل لا يحس الأشياء يعني نفي الحواس، نفي الحواس، بل يدركها. لدينا دافع أيضا، إذن طريقة استقصاء بالوضع. إذا قلنا الإنسان الراشد لا يحس الأشياء، إذا تأكيد على وجود العقل ونفي لدور الحواس، لدينا دافع، إذا المطلوب الدفاع عن النظرية العقلية في الإدراك. النظرية العقلية في الإدراك، طريقة طبيعة الحال استقصاء بالوضع. الطريقة استقصاء بالوضع. هذا النموذج يخص شعبة العلوم التجريبية إضافة إلى شعبة لغات أجنبية، والموضوع الأول يخص أيضا شعبة التقنية الرياضية والتسيير والاقتصاد. يقول السؤال: قارن يعني تحديد أوجه التشابه والاختلاف. إذا طريقة مقارنة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي. هنا السؤال واضح، مقارنة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي. مقارنة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي. والفلسفي طريقة قلنا مقارنة. الموضوع الثاني لدينا فن ند يعني إبطال،
بالبرهان أطرح القائل بأن المنطق الصوري هنا طبق فيك مع نفسه هو الضامن الوحيد لسلامة وصحة التفكير، يعني علم التفكير الصحيح. علم التفكير الصحيح. إذن هنا المطلوب إبطال الرأي القائل بأن التقيد بقواعد المنطق الصوري يجنبنا الوقوع في الخطأ الطريقة استقصاء بالرفع كما سبقنا أو سبق وأشرنا إلى ذلك. استقصاء بالرفع. النموذج الآخر يقول: هل أصل معارفنا هو العقل أم المنافع؟ ولدينا هنا هذا الموضوع خاص بالموضوع الأول خاص بشعبة التقني الرياضي وتسير الاقتصاد. إذن هل أصل معارفنا هنا المعرفة؟ العقل في إشارة صريحة إلى المذهب العقلي المنافع نقصد بها المذهب البراغماتي إذن الطريقة جدلية بين المذهب العقلي والمذهب البراغماتي. أما الموضوع الثاني فيقول: دافع عن الأطروحة القائلة إن أزمة اليقين في الرياضيات وتعدد أنساقها لا يفقدها قيمتها. هنا تعدد الأنساق في إشارة صريحة إلى الأنساق الرياضية في الرياضيات المعاصرة لدينا دافع هنا يعني استقصاء بالوضع. إذن المطلب الدفاع عن الرياضيات المعاصرة، مع الإشارة إلى أن هذا الموضوع يخص جميع الشعب. الدفاع عن الرياضيات المعاصرة. النموذج الأخير لدينا الموضوع الأول: هل يمكن إرجاع المفاهيم الرياضية إلى التجربة الحسية؟ أيضا هذا الموضوع يخص جميع الشعب. لدينا المفاهيم الرياضية المقصود بها الرياضيات، التجربة الحسية مقصود بها الواقع الحسي. يعني هل أصل الرياضيات هو العقل التجربة أولا في الموقف الأول ضد الموقف الثاني المتمثل في العقل. إذن الطريقة جدلية التجربة ضد العقل الموضوع الثاني خاص بشعبة العلوم التجريبية إضافة إلى لغات أجنبية. يقول جون بول ساتر إن الآخر هو المجتمع، ليس شرطا لوجودي فقط، بل هو أيضا شرط للمعرفة التي أكونها عن نفسي. ولدينا دافع، يعني هنا استقصاء بالوضع، الدفاع مباشرة الدفاع عن الرأي القائل أن معرفة الذات تتوقف على الغير وفي نموذج آخر لدينا الموضوع الأول يقول: هل يمكن إخضاع الظاهرة الحية للمنهج التجريبي؟ إذا هنا هل إخضاع الظاهرة يعني تطبيق الظاهرة الحية نقصد بها البيولوجيا، المنهج التجريبي نقصد به الدراسة العلمية إذا هنا الطريقة جدلية الرأي الأول العوائق أي لا يمكن التجريب في البيولوجيا
عوائق، أي لا يمكن التجريب في البيولوجيا. والرأي الثاني تجاوز العوائق، الرأي الثاني تجاوز العوائق أي يمكن التجريب في البيولوجيا، يمكن التجريب في البيولوجيا. أما الرأي الموضوع الثاني عفوا الموضوع الثاني دافع عن الرأي القائل بضرورة الفلسفة. هنا لدينا دافع أي استقصاء بالوضع، دافع استقصاء بالوضع، ضرورة الفلسفة أي قيمة، قيمة وأهمية الفلسفة. إذن الدفاع عن الرأي القائل، عن الرأي القائل بأن الفلسفة ضرورية ومهمة، بأن الفلسفة ضرورية ومهمة. وأخيرا نتمنى أعزائي الطلبة أن نكون قد أفدناكم بهذا الفيديو، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق والسداد في شهادة البكالوريا، وبالتوفيق للجميع. وأخيرا أبنائي الطلبة، نشكر أستاذنا العظيم جزاه الله خيرا الأستاذ محمد في مادة الفلسفة، كما يدعو يرجو منكم أن تطلبوا له الدعاء له بالصحة والعافية. ولأبنائي وبناتي زوروا صفحة اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ووفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.